صباح الفل، ده روتيني الفطاري الصباحي تقريبا كل يوم، ارتغي معاكم خلاله عشان مضيعش وقت وبعدين اتاخر وبعدين حاجات زي كده. النهارده لابس قميص، اتصور ان ده اهم خبر ممكن نتكلم فيه النهارده، وده حسسني باني عايز اشارك معاكم فكره في دماغي لنفسي مره بقى اصحى هنا واقعد بالبيجامه شويه. عايز يوم لا مؤاخذه نكسل شويتين، مش ما ننزلش خالص عشان ننزل متاخر شويه. انا هرجع عندي فيلم الساعه 11 ونص في المهرجان الطيب برضو اسمه ذا شراودز بتاع كروننبرج، فكرته مقبضه شويتين بس كروننبرج لازم ناخد فكره يعني. المهم ان انا اصلا كنت من التفاؤل ان انا كنت متخيل اني هلحق دي ابرنتس الساعه 9 وانا صاحي برزع في الحيطان مش شايف قدامي اساسا. صوت المدينه النهارده مش عاجبني، عيال وعربيات ودوش، واضح ان امبارح كان زي عطله كده ولا حاجه. برضو كان ليا واحد صاحبي في اسبانيا مسال عليه قال لي النهارده عندنا اجازه، واضح الروقان امبارح ده ما كانش طبيعي، شكلنا النهارده هنتعب. في عيال بتسال بس يا ولا سيب شعر اختك، صحياني من الصبح على الغلبه والزعيق. ده شراودز، بعد كده عندنا جاب بقى طويله لغايه الساعه 5 وشويه كده، نروح المهرجان الشرير بقى. عندنا الفيلم ايه؟ فيلم ناسي هو بتاع ايه اساسا؟ وبعدين الفيلم التاني بتاع الجدع بتاع هاندز اوف جاد ده كان اسمه ايه؟ سورنتينو زرابنتينا، انا عمال افتكر سورنتينو، مؤاخذة رايح ما اناش غرب يعني، انا ما اكلتش دلوقتي مش هاكل، مش عارف اتغدى فين، اتغدى ده فول جاي، كنت هقول ده فول جاي. اتغدى فايف جايز تاني؟ عايزه يوحشني شويه. الفقره بقى اللي في النص ديت عاوز افرجكم شويه على المهرجان نفسه، المهرجان الشرير، وفي فقره تانيه ما بين الفيلمين لان الفيلم التاني بتاع سربنتينا دوت متاخر شويتين. متاخر قوي اكشن، في فقره الساعه 1 مش عارف اروح ازاي. اوبر بقى، شكل النهارده هركب 2 اوبر، فيها فلوس كتير النهارده. او اخرج من المهرجان اقف في طابور الاتوبيس مع الناس التانيين كده، هتلاقي حد رايح هناك اقول له مؤاخذه يا عم الحاج بقى قول ينزل فين، والدنيا تسلك يعني. مش على ردود الافعال بتاعت الفلوج الاولاني، ردود افعال ايجابيه مرحبه جميله، بسطوني جدا والله. فطار بكره بسكوت هاكلها وخلاص. حاجه ثانيه عايزين نتكلم فيها يا محمود، حاجه ثانيه عايزين نتكلم فيها يا محمود يا بتاع فيلم جامد يا اللي في مهرجان كان انت، حاجه ثانيه عايزين نتكلم فيها يا محمود يا اللي الناس ما بتعملكش لايكات على فيديوهاتك. عارف ان لسه في فجوه عقبال المليون، بس انا بقى ايه عاوز احط تارجت المليون هنا معايا بقى، فهقعد افكركم كل شويه بموضوع السبسكريبشن. نفضل لكم بقى اشترك في القناه بقى عشان الحاجات والمغامرات والكلام الجامد ده اللي انا بعمله ده طلع على نفقتي الخاصه بالكامل ده ما كانش واضح يعني. صباح الفل. خلصنا فرجة على الفيلم بتاع ديفيد كروننبرج اسمه شراودز، بصراحة ما كنتش عارف يعني ايه شراودز، بس يتهيألي من اللي دار جوه الفيلم شراودز ديت اللي هي الأكفان أو الكفن أو الكلام ده. الحدوتة بتاعته بتدور عن راجل غني ومفروض إن هو انوفيتور يعني انتربرنور أوف سام سورت، مراته ماتت وما بيقدرش يتخطى خسارة وفاتها، فبيخترع تكنولوجيا مدمجة في أكفان في كفن إن هو يقدر يراقب مراته ومراحل تحللها وهي في القبر بتاعها، والقبر بتاعها ده طبعا داخل جبانة أو داخل مقابر هو بيمتلكها، وقلبها مشروع لأن في ناس كتير زيه وعاوزين يفضلوا قريبين من الناس اللي بيحبوهم وكلام زي ده. فكرة مجنونة طبعا، لو حد عارف ديفيد كروننبرج هو هي دي أفكاره في الأغلب يعني، بداية من زمان قوي فيلم ذا فلاي بتاع جيف جولد بلوم، مرورا بإيسترن بروميسز تهيألي دينجرس ميثود بتاعته، والفيلم بتاع السنة اللي فاتت ولا اللي قبلها بتاع الجراحة والبتاع دوت اسمه بيهرب مني دايما للأسف. المهم يعني الأحداث بتاعتنا بعد كده بتتطور لما بيحصل نوع من أنواع الاختراق والتدمير للمقابر دي، وبيدخل هو في تحقيق علشان يفهم إيه اللي حصل ومين اللي وراه، وشوية علاقات متشابكة وإثارة المفروض وغموض وحاجات زي كده. الكاست بتاع الفيلم كويس جدا، البطل فينسون كاسل، وده فيلم منظور فهو موجود في كل مشاهد الفيلم، كل حاجة في الدنيا من منظوره. ديان كروجر عاملة دور حلو، عاملة دورين الحقيقة، عاملة دور الزوجة المتوفاة اللي طبعا بنشوفها في بعض
الفلاش باكس المقبضة والصادمة جدا. بتلعب دور أختها كمان اللي لسه موجود على قيد الحياة، ومعنا كمان جاي بيرس في دور مش كبير قوي، أنا كنت متصور إنه هيبقى أهم من كده أو أكبر من كده شوية. الفيلم بتاعنا عامل زي رحلة الطيران كده، بتبتدي كويسة سموث جميلة، وبعدين بتطير تقعد بقى تستكشف معاها وتفكر معاها في أفكار وفلسفات وحاجات، وعلى مستوى الأحداث وعلى مستوى ما بين وعلى المستوى اللي ما بين السطور في الأحداث كذلك، لغاية لما بتوصل في الآخر لأنك بتعمل لاندنج سيء قوي بقى. يعني الرحلة بتاعتنا خدت تيك أوف لطيف قوي وطارت بينا بالهواء حبة حلوين ولفت كده وجميلة، وفتحنا الشباك احنا مع ديفيد كرونينبرغ بقى، لغاية لما وصلنا في الآخر للاندنج سيء جدا مربك جدا. هو أصلا مع الفصل الأخير ناس كتير ابتدت تقوم، مش فاهم هم قروا اللي أنا معرفتش أقراه تقريبا. الدنيا ما بتوصلش في الآخر لإجابات شافية بالقدر الكافي وحاجات زي كده. الفيلم بتاعنا فيه عدد كبير من المشاهد الصادمة برضو، سواء الحاجات الجور أو اللي ممكن تكون مقرفة شوية، والكثير من المحتوى الجنسي اللي فيه إسهاب كبير. يعني احنا بطلنا في الأحداث أصلا بيبتدي مشهده الأول في الفيلم إن هو بيحاول إنه يتخطى خسارة زوجته، فبيرجع تاني لفكرة الديتنج أو المواعدة إن هو يقابل حد ويتعرف عليه وكلام زي دوت، لأنه من ساعة لما مراته ماتت ما دخلش في علاقات وما مارسش الجنس. بس على آخر الأحداث نقدر نقول يعني إن إيه ربنا كرمه آخر كرم. يعني تقييمي للفيلم 6/10، رغم ان هو برضو على المستوى التقني كويس جدا، على مستوى التصوير الفريمات بتاعته ما فيهوش لاندسكيبس كبيره، الدنيا كلها حوار، الحوار بتاعه حلو جدا كمان، اللغه جميله وتستدعي التامل، واداء فينسون كاسل كويس قوي، داين كروجر كويسه جدا برضو، جاي بيرس ما فيش، ما يعني هو ما دور باهت بصراحه ما يحسبش قوي، رغم ان اللي فاهمه ان جاي بيرس على السجاده الحمراء كان حاطط الدبوس بتاع فلسطين، فبناء عليه اداؤه في الفيلم 10/10 يعني. تمام، انا دلوقتي رايح لمكان هقول لكم عليه اول ما اوصل، بس احنا كده بنتجه ناحيه المهرجان الشرير بقى خلاص. طبعا انا مش عارف انتوا هتبقوا سامعيني من البحر ولا لا، فهحط الحديده في بقي زي ما انتوا شايفين كده، بس كان لازم اصور لكم حاجه على البحر، بالنسبه لي ده كان شيء مهم جدا واساسي جدا. انا دلوقتي في الكروزات اللي هو على قد ما انا فاهم هو الشارع اللي هو بيقود للحته بتاعه المهرجان، وبمجرد لما نويت ان انا اروح ساحل المهرجان الشرير، المواقف المحرجه والشريره بدات تتوالى عليا. اولا وانا خارج من السينيوم كانت هتخبطني عجله، اللي هو روتين بالنسبه لي في اي حته في اوروبا بروحها، رغم ان انا واخد بالي من اللين بتاعه العجل ومعدي من جنبها وبتاع، وبعدين لقيت حته عدي منها فقلت خلاص يبقى ضروري اقف هنا. الراجل لقيت حد بيرقع بالصوت، هو غالبا شتم يعني، بس انا يا ربنا يسامحه عموما يعني، والحمد لله تفاداني في اخر لحظه. وبعدين اكتشفت ان كان في نص متر كده هو دوت اللي المفروض ابقى واقف فيه علشان بقى ايه البحر ما العجلة ولا إيه، لا مؤاخذة ما تلطنيش. فده كان الموقف الأول. الموقف الثاني هو إن أنا الحقيقة وقفت مستني الأوتوبيس شويتين ما جاش، فروحت أركب أوبر، أخرت شوية كمان، كنت عملت حجز في واحد هنا من البلاجات اللي على البحر بفلوس يعني، بس ما دفعتش الحجز من غير فلوس يعني، بس كنت ناوي أقعد، أنا قلت هكلف بس لازم أوريكم حاجة من روح الجو هنا في كان وفي المواويل دي. لما اتأخر خفت الحجز بتاعي يروح، فروحت راكب أوبر، وبعدين رحت اركب جنب الاوبر قدام، فالراجل اللي هو نظام ايه انت رايح فين، قال لي كده بالفرنساوي، قال لي انت رايح فين، انت بتعمل ايه انت، فقلت له يعني رحت راكب ورا، وبعدين قلت له انا اسف انا متعود في مصر، بحكي له قصه حياتي بقى، انا متعود في مصر بركب قدام، واحنا متعودين كده في مصر يا جماعه على فكره، الناس اللي مش من مصر يعني في الاوبر بنركب قدامه والا السواق بيحس بالاهانه. ما ردش عليا الحقيقه، سابني حكيت قصه حياتي وبعدين ما ردش عليا. وبعدين وصلت ورحت البلاج اللي انا متصور ان هو البلاج اللي انا اقصده، اسف حرقت القصه، دخلت مفيش حجز باسمي مش لاقياه، فانا اعتبرت ان هي الغلطانه يعني، ودخلت قعدت ومستني بتاع وعايز اطلب، قعدوني في حته كده على البحر بس مش بتاعت اكل، قلت لها انا عايز اكل، فقالت لي مش لاقيه اسمك في الحجز، فقلت لها انت ازاي انت مش شايفه شغلك كويس ست انت، رحت موريها الحجز على الايميل، فقالت لي لا ده مش هنا. فخرجت رحت المكان اللي انا كنت حاجز فيه لقيته طبعا، وقعنا بقى في حصه الغداء اللي هي بيقفلوا فيها المطاعم ديت، وقلت بقول لكم انا مش هرجع مهزوم. انا قعدت بقى الف في البتاع لغايه لما لقيت مكان مفتوح ودخلت وقعدت وكلت بصرف النظر عن المبالغ الطائله اللي هدفعها، ورحت جاي متسحب كده لغايه البحر عشان اصور لكم هذا الفيديو. وبما اني عند البحر لازم لازم لازم
اعمل ريفيو. والفيلم اللي عاوز اتكلم عليه دلوقتي هو من اول فيلم شفته في المهرجان، لا تاني فيلم شفته في المهرجان، Everybody Loves Tuda، الفيلم المغربي للمخرج نبيل عيوش. الفيلم ممكن يتقال عليه غنائي مجازا، بس هو مش غنائي، اللي هو شخصيات بتروح منفتحه في الغناء فجاه كده وهي واقفه في الشارع. هو اصلا بيدور عن مغنيه في مكان بسيط في المغرب، في مدينه او قريه بسيطه في المغرب، بتغني في زي الافراح الشعبي عندنا كده والحاجات اللي زي دي، وهي واخده نفسها على محمل الجديه اكتر من كده شويه، مش عايزه تبقى مجرد سلعه، وطبعا كل الناس بصلها كسلعه. هو اصلا الفيلم هنا في اروقه المهرجان ليه اسم تاني ما اقدرش اقوله لكم، مش شتيمه فيه، ولكن تعبير ادق للي بيحصل جواه. فهي مش راضيه بدوت، وبتتمرن وعندها حرص انها تبقى مطربه بجد، عايزه تبقى شيخه حاجه في التراث المغربي للمغنيين اللي بيغنوا الكلام بجد، نوع من الغناء اعتقد لو انا فاهم صح اسمه العيطه. كان شيء مفيد ثقافيا بصراحه، بصرف النظر عن ان الفيلم حقيقي ممتع وحقيقي حلو. البطلة الممثلة دور التودة هيلة، وهيلة تمثيلا وهيلة غناء بكل تأكيد، وطبعا عندها في, في, في تفاصيل القصة يعني ان هي عندها واقع مرير شوية، انها بتحاول انها تعيل ابنها، تعيل ولا تعول، تعول يتهيألي ابنها الوحيد، فيعني فرصتها في ان هي تحصل على المستقبل الافضل مرتبط بانها توفر مستقبل افضل لابنها كذلك. المشكله في الفيلم ان هو في قالب الماساه الاجتماعيه بتاعت الشخصيات البسيطه اللي احنا عارفينها، ما فيهوش جديد قوي في الحته دي. وبعدين الفواصل الغنائيه اللي هو دايما احنا بنقضي يوم مع تودا وبعد كده بتروح زي فرح او حفله او حاجه، فبنشوف الفقره الغنائيه بتاعته بنبقى عارفين ان الفصل ده البحر هيجي عليا، بنبقى عارفين ان الفقره ديت هتخلص وهنرجع تاني للمقاسي. فزي ما بقول دايما حاجه ما بحبهاش في اي فيلم في الدنيا، وهي ان هو يبقى منظم اكتر من اللازم بالطريقه دي. بس نهايته حلوه، وزي ما اتفقنا فيه اغاني من اروع ما يمكن. انا تقييمي للفيلم 8/10، من اكتر الافلام اللي عجبتني مشاهدتها هنا في المهرجان، وده مع الوضع في الاعتبار ان هو فيلم في الاخر يحسب على انه فيلم عربي، فده تقييم. انتوا عارفين مدرستنا في التقييمات في الامور اللي زي دي بتبقى ماشيه ازاي. كنت عايز اقول ايه تاني؟ كنت عايز تقول حاجه تانية يا محمود، ولا الموقف المحرجه خلصت؟ البحر اهو الحمد لله خدنا حقنا، ولو اني حاسس ان بالفلوس اللي انا دفعتها كنت المفروض انزل اخد لي غطس مثلا ولا حاجه. يلا المهم هنروح دلوقتي عرض في الديبيوسي في المهرجان، اتصور ان الوقت كافي وان ما عندناش مشاكل وان كل حاجه هتبقى حلوه، نروح ونبقى نلتقي بعدين ان شاء الله. هحاول النهارده اوفر لكم لقطات وحاجات على قد ما اقدر من المهرجان، من قلب المهرجان نفسه بقى، عشان مش حاجه تاني بصراحه. بعد كده هروح المهرجان الطيب بتاعي يا اخوي. اللي رايح فين انت؟ اقعد ورا. اقعد ورا ايه؟ قليل الادب. معلومه اخيرا نسيت اقولها لكم في الحوار بتاع الست تودة ده، هو ان الفيلم على مستوى المحتوى بالنسبه للمتوسط العام بتاع الافلام العربيه اللي احنا عارفينه فيلم جريء شويتين 3-4-5، مش لدرجه الجرأه اللي احنا عارفينها في الافلام بقى الغربيه المترقعه وبالذات بتاعت المهرجانات والكلام ده، بس لا يعني اتصدقت، فاجئت الحقيقه، فاجئت يعني. طول الوقت الناس انا جاي اشتغل ايه هنا والله؟ يعني انا المفروض كنت اصور لكم من ساعه لما خرجت من البلاجر اللي كنت فيه دوت لغايه لما وصلت الدي بي سي اللي هو المسرح اللي انا فيه دلوقتي، لغايه لما دخلت، لغايه لما قعدت، والحاجه اللي بره اللي برضو تشبه السجاده الحمراء شويه. بس معلش ان شاء الله في فرص تانية في المستقبل، المره الجايه هفتكر ان شاء الله. انا عاده بعدي على حاجه 4-5 مرات وبعدين بقول ايه ده، انا كنت المفروض افرج الناس عليه.
طبعا الرحله اللي انتوا تتبعتوني فيها ديت انا مشيت فيها بجهل تماما. انا خرجت من السينما وعايز اتفرج على حاجات في المهرجان وبتاع، يا لهوي على الهوا، فمشيت ورا الناس او قادني الموضوع لهذه المساحه بتاعت البريك العظيمه جدا فوق سطح انا مش عارف اللي احنا فيه ده، هو ده بقى البالي دي فيستيفال اللي احنا فيه دوت، هو ده البالي، هو دوت اللي فيه الدي بي سي، هو ده اللي فيه المفروض ان كل المسارح كل السينمات وبتاع، واللي هو من فوقه بقى بصين على الدنيا وبتاع. اتمنى تكون عجبتكم الفيو ديت، وكان هين عليا بصراحه احط الكاميرا على الترايبود وابعد عنها شويه ونعمل فيو، بس الهواء جنان، انا في زاويه هنا معينه وانا ماشي فيها حسيت ان الهواء هيطيرني، يعني خلاص انا واقف على الارض بالعافيه، انا اكشلي ماسك كل حاجتي في مكاني وانا قاعد، واتمنى ان الهواء ما يكونش مؤذي قوي في سماعكم ليا. الفيلم اللي عاوز اتكلم عليه دلوقتي هو ايميليا بيريز، فيلمي المفضل اللي شفته في المهرجان حتى الان، اعتقد ان هو بينافس في المسابقه الرسميه، اظن بالتالي هو فعلا بينافس في المسابقه الرسميه. ده الفيلم بتاع جاكو ديار، من الاسماء اللي انا عارفها وتابعت الحاجات ليه مؤخرا، اتفرجنا على ديبان وكنت رشحته لحضراتكم، واتفرجنا على دي سيسترز برادرز، فيلم امريكاني قوي، ويعني كان علينا شويه، كان ليه عندنا شويه تعليقات وشويه تعقيبات، ولكنه كان فيلم كويس جدا. ايميليا بيريز فيلم غنائي كوميدي جريمه، في وشوش عارفينهم زي ما قلنا، في زوي سلدانا وفي ادجار راميرز. القصة بتاعتنا بتبتدي مع محامية مكسيكية اللي هي زوي سلدانا، ما هيش واخدة حقها قوي، شغالة في ورا ظل يعني محامي آخر كبير هو اللي بياخد الفضل كله، رغم ان هي اللي بتعمل الشغل كله، في مرة بيحصل تواصل ما بينها وما بين زعيم عصابة مخدرات مكسيكي شديد القسوة وشديد الرعب، بيطلب منها ان هي تقعد معاه وبيبلغها برغبته في ان هي تساعده في ان هو يتحول لامرأة. كل ده في البريمس، انا ما حرقتش حاجه. والغرض في التحول ده مش احترافي كامل، هو ليه علاقه بان هو دي رغبه عنده من زمان، وهو شايف ان هو عنده دواعي نفسيه وكينونيه للتحول ده. انا اتفاجئت وانا بقرا عن الفيلم ان هو مسمى على انه كوميدي، لكن الاحداث اللي انا بقولها لكم دي كلها ما اتقدمتش في اطار هزلي اطلاقا، هي اتقدمت في اطار جاد 100%، وهو دوت اللي خلى الاستقبال بتاع الفصل الاول بالنسبه لي استقبال بانتباه كبير وباهتمام كبير، لانه عرفني على حاجه او فرجني على حاجه انا ما شفتش زيها قبل كده من حيث الشد العصبي والتوتر والكلام ده كله. فهي بتنطلق في رحله انها تبحث له عن ازاي يعمل العمليه ديت في اطار امن من غير ما منافسين ويحسوا والكلام ده كله، والاحداث بتنطلق من هنا. من الحاجات اللي لفتت نظري قوي في الفيلم دوت انه في مرتين ثلاثه بناخد انطباع كمشاهدين ان القصه خلصت، ان الفيلم خلص خلاص، او بمعنى ادق يعني طب هو احنا ايه اللي هيحصل دلوقتي يخلي الاحداث تنتعش مره اخرى وتنطلق مره اخرى، مرتين بالتحديد علشان اكون واضح. وبالفعل كان بيحصل الاسباب والاحداث بتتجدد، وفي كل مره كانت الاسباب بتبقى وجيهه، مفيش مره حسيت ان السبب مقحم او في ادعاء كبير او حاجه زي كده. زي ما قلت لكم بعد ما شفت الفيلم ما كنتش عايز اتكلم عنه على طول، لان كنت عايز افهم حاجه في الكاست، وهو دور البطوله النسائيه بتاعت زعيم عصابه المخدرات اللي بيتحول لامراه اللي هو ايميليا بيريز اللي هو عنوان الفيلم نفسه، وهي ممثله اسبانيه اسمها كارلا صوفيا جاسكون، هي اللي عامله الدورين بما فيهم دور الراجل. ما اعرفش بقى يعني الاورينتيشن بتاعتها والامور دي كلها عامله ازاي، بس شيء مبدع ورائع. فيلمنا مش فيلم منظور، يعني مش بيتتبع ايميليا بيريز بس، مش كل الاحداث بتحصل من منظورها ومن عندها، في احداث كتير بتحصل من عند الشخصيه بتاعت زوي سلدانا المحاميه، وفي احداث كتير بتحصل لا هي موجوده فيها ولا هي موجوده فيها، يعني مش اللي هو بقى حد من الاثنين، في احداث كتير انا هطير. في احداث كتير بتحصل لمجرد انها بتحصل، فاحنا متحررين من النقطه دي. وزي ما اتفقنا هو فيلم ميوزيكال، فيلم موسيقي استعراضي، والمره دي لا اللي هم الشخصيات بتبقى قاعدين بيتكلموا مع بعض كده، وفجاه بيحصل رقم راقص او رقم غنائي بيغنوا بيرقصوا بيعملوا الاغاني من ابدع ما يمكن، اللي فاهمينه ان اللي كاتباها كاميل، بس مش هي اللي مغنياها، اغاني جميله جدا. انتوا عارفين ان عندي مشكله عموما مع الميوزيكلز، فان فيلم المفضل في المهرجان لغايه دلوقتي يكون ميوزيكال دي حاجه غريبه عليا، بس انا بقول لكم قد ايه هي حلوه، اغاني جميله، اساليب الغناء مختلفه، اساليب الاستعراض مختلفه. في اغنيه معينه في بدايه مشهد بتاع جمع تبرعات رائعه من اجمد ما يمكن، وانا بحب كده، انا احب المشاهد الاستعراضيه اللي ليها داعي، المشاهد الاستعراضيه اللي تدفع مشاهد كتير لقدام لمجرد ان احنا شفنا كل الكلام اللي ممكن يتم تبادله بينهم في شكل اغنيه، فاهمين طبعا ان هي تجربه سوريل، تجربه غير واقعيه، بس ما بتفصلش اطلاقا يعني. يمكن بس في فصل انساني كده اتجهت له الشخصيه بتاعه
بتاعت إيميليا بيريز حسينا ان هو تحول مش عايز اقول مقحم بقى يعني انا خلاص برأت الفيلم من النقطة دي، له مقحم وله غريب ولا حاجة بالطريقة دي، بس مش اللي كنا حابين نتفرج عليه بنفس الإطار اللي كنا بنتفرج عليه على أصل الشخصية بخصوص أصل الشخصية، ولكن اللي اتعمل منه بعد كده كان كويس جدا. فيلم إيميليا بيريز فيلم عجبني قوي، مش عارف لو ممكن يعرض عندنا أو يبقى في فرصة إن احنا نشوفه، وأتمنى إن تتاح هذه الفرصة لو حتى من خلال منصات أو حاجة. أنا تقييمي لي 8.5 من 10. هي الحتة دي اللي بتطير دي، أنا دلوقتي بخطر بحياتي يا جماعة، بخطر بحياتي من أجل الكونتنت، بس أنا شايف هناك حتة فسيخة عايز اروح اقف عندها واتصور. ما تتسابش دي يا جدعان، استنوا اوصلها وانا معاكم كده زي ما احنا. عايز اوريكم التل ما يختل اللي ورايا ده، مش باين تلاقيه، مش قادر اقرر اذا كان باين ولا مش باين. يا تعالوا نعتمد ان هو باين وخلاص. اقول لكم ان انا دلوقتي في البريك بتاعتي بقى، هروق شويه، لسه العرض اللي جاي الساعه 10:30، ساعتين ثلاثه يمكن اتجرأ برضو تاني، وانتوا عارفين ان انا خيبان و الجرأة دي بتجيش بسهولة. عملت حاجات كتير النهاردة ضد طبيعتي على فكرة والله. أتمنى إن أنتوا تقدروا هذا الموضوع، ولو عجبكم الدنيا دعمونا باللايكس وبالاشتراك. نفكركم كمان مرة، صانع محتوى عنده حلم الوصول لمليون مشترك. قلت أقوم قعدت ولا شوية، ارتحت، خدت بريك ظريفة، بس ابتديت أزهق. تقوم اتفرج اشوف في ايه تاني في الدنيا. لقيت هنا اسمي مكتوب، المفروض برنت ميديا ويب ميديا بريس ايجنسيز اوديو فيجوال بريس، اللي هو المفروض ان انا انا اللي ما حكيتلكوش الحكايه ديت. انا الاكريديتيشن بتاعتي يا جماعه المفروض انها اوديو فيجوال بريس. ايه بقى المفيد في انك عرفت الكلام ده؟ مش فاهم انا ايه اللي بيحصل هنا المره دي، بس في حتت ممكن اتصور فيها، في حاجات لطيفه هنا، اي حاجه تثبت ان احنا جينا المهرجان، وحته ظريفه هي برضو فيها. ده هنا الحته بتاعت المؤتمرات الصحفيه وبتاع. والله كويس ان نعرف الحاجات دي، مفترض ان هي مفيده لشغلي. ايه بقى انا كبطيخه بريس اعمل ايه؟ مارتشيلو ميو اللي شفنا لسه شايفينه الفيلم ده، هبقى اديكوا لي، اعمل لكم لي ريفيو برضو. ريندنوف الست دي ما بتكبرش يا جدعان، او يعني هي لا هي بتكبر طبعا زي ما هو واضح قدام حضراتكم كده انها بتكبر. ايه ده، في اريا تانية هنا، هي في حاجات، ناس بتشحن وناس بتعمل. هاي عاملين ايه؟ انتوا بقيتوا ضيوفنا اجبارا في هذا الفلوج. دكتور حسام فهمي، مساء الفل. مساء النور يا محمود، ازيك، ايه الاخبار؟ الحمد لله كله تمام. دكتور حسام دكتور نفسي ومؤسس موقع اضاءات وصانع افلام وناقد سينمائي. كده غطيتهم كلهم ولا في حاجه وقعت مني؟ غلطتهم كلهم، بس هعدل بس شيء. عدل، ما انا فاهم يعني، انا قلت هجتهد. بص، هي الناس فاهمه في الموضوع ده، دايما بجتهد في النقطه بتاعت التقديم. وعلى فكره قبل ما نبتدي تصوير انا قلت كده لحسام، قلت له نتعرف اكتر على الكاميرا بدل ما نقعد نتعرف بره الكاميرا وبعد كده بقى نقعد نتكلم كاننا يعني، فلا احسن. فانا بعمل اسامبشن بيطلع غلط، انت بتصححها. يلا، كل الكلام مظبوط، بس في موقع اضاءات. موقع الحقيقه بدا في البدايه بمؤسسين هم اصدقاء، محمود هدهود، محمد الفاتح، احمد ابو خليل، مهند شادي، واحمد عبد الجواد، وبعد كده احنا انضمينا معاهم. ثانيه واحده، دول المؤسسين، دول الخمسه، اول خمسه خالص، وبعد كده احنا انضمينا معاهم، وانا كنت واحد من انضموا بعد كده معاهم. يعني انت من الويف الثانيه يعني؟ مظبوط. اوكي مظبوط. بس يعني صفه التاسيس لا غير منفيه عنك. ما نتمنى يعني ان احنا كلنا نعتبر مؤسسين في الخير في المشروع. احنا حاليا بعد كده، انا كنت بقى سنين طويله مسؤول عن الباب الفني كله في الموقع، وواحد من اعضاء مجلس التحرير بتوع الموقع حتى الان. افتتح المؤتمر الصحفي، المؤتمر الصحفي بيبقى من 30 ل 40 دقيقه، يعني بيبقى في النهايه حوالي تقريبا خمس اسئله، منهم بيبقى سؤال اصلا البدايه اللي بيبقى المديريتور بتاع المؤتمر الصحفي بيقدمه، بيروح واكل نص الوقت. مظبوط. فهو في النهايه هيدي المايك لاربعه او ثلاثه. فكرة انك تحضر ثلاث برنس كونفرنسز وتاخد المايك في الثلاث مرات، ده حاجة. دي صدفة ولا دي مهارة؟ دي مهارة، دي مهارة. عملت، طب ما اتعلمها. انا عموما ما بح يعني، ولا يبدو ان انا غلطان باني مش مهتم بالمؤتمرات الصحفية، بس ايه اعمل ايه؟ اقول لك. مبدئيا الناس بتسأل اسئلة غاية في التفاهة عادة. اكيد. انا عندي اللازمه المعروفه اللي دايما I don't really have a question, I just want to congratulate you for the او تقول it was very great movie. الحاجات دي كلها، فانت حاول تسال سؤال ذكي مفتوح. ايوه، بس انت شعرفك ان المايك هيجي لك اصلا. هقول لك ايه دي المهمه. هقول لك المايك يجي لك ازاي. المايك يجي لك ازاي؟ المودريتور اللي بيقدم المؤتمر الصحفي مش هو اللي بيختار الناس، اللي بتختار الاسئله. اللي بيختار الناس اللي هتسال
بيبقى مساعد ليه بيبقى عاده واقف على يمينه او على شماله، وانت يعني ده بقى بتيجي مع الخبره انت بتبقى عارف مين المساعد ده، عشان في ناس كتير بتبقى قاعده متخيله ان انا رافع ايديها هيجي لها عشان المايك. هو اللي يشوفك اه لكن لا مش هيجي لك المايك خالص. انا بحاول ارفع ايدي للمساعد اشاوره، وساعات لو انا داخل المؤتمر من بدري بكلمه اصلا بقول له قبل ما اقعد بقول له ان انا هسال سؤال وممكن اقول له السؤال كمان. اللي حصل هنا ان انا كلمت المساعده بتاعه المودريتور في اول مؤتمر صحفي بتاع يوجوس لانسيموس، فضلت مأجراني لآخر لأن كانت بتدي بقى بتوع نيويورك تايمز وهوليدي بورتا كل الناس التقيلة خالص، وبعد كده آخر سؤال خاص اديتهولي. السؤال بتاعي عمل عمل رد فعل كويس عند يوجوس لانسيموس وعند إيما ستون وعند الناس كلها، كركبت الدنيا آه. مش قوي كده يعني، بس هم عجبهم السؤال وهو قال إن أنا عجبني السؤال وهي بصلت لي ساعتها لما قال لي عجبني السؤال اللي بصت فخ اللي هو أنا اديتك الفرصة وأنت مش عرفتني يعني تمام. فبعد كده في المؤتمر الثاني اللي انا حضرته بتاع كيت بلانشيت انا اول ما شويت لها هي خلاص شويت لي ان انا نفس المودريتور بنفس الاسيستنت يمكن مش نفس المودريتور بس نفس الاسيستنت. خلي بالك هم بيغير المودريتور لكن بيخشوا نفس ما بيخشوا اسيست، فهي دي المسؤول دورر والله يا حسن انت عملت دورر والله دروس يا سيبك من كل حاجه حصلت في المهرجان الكلمتين دول بيدفع فيهم فلوس يعني. فهي شويت لي خلاص ان ابتسمت لي وخلاص بقينا اصدقاء يعني، فادتني المايك. فانا السؤال بتاع المؤتمر بتاع كيت بلانشيت هو انا كنت يعني هو الفيلم رومرز بيتكلم عن اجتماع لرؤساء الدول السبعه الكبار وبعدين بيتوه في الغاب بالظبط شفته جميل. هم قاعدين بيتكلموا ان هم بوليتيكال ساتاير يعني هم ساخرين سياسيين وبيسخروا من رؤساء دول العالم وما الى ذلك. فانا حبيت اسال سؤال في قلب ده اللي هو انت بتعمل افلام سخريه سياسيه، وعشان تعمل سخريه سياسيه يجب ان تكون متحارب من اي خوف ان انت ينفع ان انت ممكن تتكنسل لو انت عملت اي شيء المجتمع ما يحبوش او السياسه ما تحبوش. فهل عندك القدره انك تعمل فيلم يعني سخريه سياسيه عن ما يحدث في العالم حاليا والشرق الاوسط حاليا؟ السؤال ده خلى ثلاثه يجاوبوا من البانل، والمخرج جاوب مره وبعد كده قال انا في النهايه اعتقد الاجابه الشورت ان انا مش هنعرف نعمل. لسه واصل البيت حالا ببص في المرايه بتاعت الاسانسير لقيت شكلي كده فكرتني بايام المدرسه لما كنا بنبقى راجعين من المدرسه مع مين مذاكره، و كان بشكل يعني دلوقتي برضه اعتبر نسبيا محترم بس بقالي كتير ما حسيتش الاحساس ده. قلت افرحكم فيها شويه، مش قادر اتكلم في اي حاجه النهارده، بكره نحكي بقى ان شاء الله. تصبحوا على خير. من على عتبات سلالم نقابه السينيوم في مهرجان كان الجمهور اعلنها عاليه لن نغادر حتى يفتح الباب. احنا بدري قوي يا جماعه الساعه 8 وربع لدرجه ان لسه السينما ما فتحتش، الناس واقفه على السلم اساسا علشان مستنيه السينما تفتح. الناس دلوقتي بتنزل الصبح تروح اشغالها تروح مدارسها تروح كلياتها واحنا واقفين نتظاهر امام السينما. السينما فتحت الساعه 12 ل 10 بتناول دلوقتي وجبه مليئه بسوء التفاهم. عاده لما بروح اشتري اي حاجه هنا من اي حته على الاطلاق يعني في البلد كلها فرنسا كلها يعني بتكلم الاول بالانجليزي، فلو انت ماشي معايا بنحل المشكله، ما بنحلش المشكله على الاقل بتبقى فاهم ان انا لو حاولت اعفر معاك في الفرنساوي فلازم تتكلم بالراحه. دي مفيش، دي اللي هي هنا في المهرجان في السينيوم الكوفي بريك اريا ولا الكافيتيريا ولا الوات ايفر اللي هم عاملينها دي، بتكلم انجليزي مفيش انجليزي. طيب بتكلم فرنساوي بس بالراحه مفيش عايز افهم منها الساندوتش ده فيه ايه؟ ما قالتليش انه فيه بيض مسلوق، ما بحبش البيض المسلوق الساقع انا ده. تحاول تسالها ممكن تسخنه؟ ده حوار خده بتاع خمس دقايق عشان نفهم بعض اصلا، وبعدين تقول لي ما عنديش حاجه زي كده. واضح ان الموضوع ده مش كومن قوي هنا، او يمكن كومن وهي اللي غريبه، مش متاكد يعني. حاولت اجيب قهوه على اساس قهوه لاتيه بتاع ما اعرفش مين، يمكن انا اللي قلت غلط بقى. بشرب اسبريسو اصلا ما بحبوش، جبت كيكه. اتمنى تطلع كيكه في الاخر ما تطلعش حاجه غريبه برضو. النهارده صحيت بدري، اول اكتر يوم اصحى فيه بدري من بدايه المهرجان عشان نتفرج على فيلم دي ابرنتس اللي هو حدوته بتاع دونالد ترامب اللي كنت بقول لكم عليها ديت، المخرج علي عباسي مخرج ايراني اللي كان من سنتين ليه فيلم هولي سبايدر. ومش اغرب بقى من الصبح ما اكلتش من امبارح بالليل ما اكلتش، كان في ماتش وكان في الستريم وكان في شغل، انا وانا شغل جامد يعني فانا من حقي اكل بصراحه. الصبح كنت في صراع شديد جدا اصحى ولا ما اصحاش، ظبطت المنبه على الساعه 7 الصبح الفيلم كان يبتدي 9 الصبح وصاحي ضياع. نايم امبارح الساعه 3 اساسا، وقعدت ربع ساعه
قاعد في السرير مش عارف اقوم ولا ما اقومش وبتاع. بعدين قلت ايه، احنا في مهرجان وجايين نشتغل وجايين بتاع جامد قلبك ويلا، ولو قعدت في البيت هتندم وترجع تقول يا ريت الفيلم كان حلو، خساره يمكن الفيلم كان حلو ولا ايه وبتاع، وهدش من الكلام ده. دلوقتي بعد ما شفت الفيلم بقول يا ريتني كملت نوم. الفيلم مش وحش بس عادي جدا جدا جدا، يعني ما فيهوش الا قصه يعني تطلع. لو انت مش عارف القصه ممكن تكون انترستنج شويه الحقيقه، حتى لو مش عارف القصه ما فيهاش حاجه انترستنج. واحد رجل اعمال طموح بيعمل شراكه مع محامي اللي هو جون كوين دوت، ولا مش عارف مين اللي عامل دور جيرمي سترونج. كنت حابب اقول لكم ان جيرمي سترونج عامل دور فشيخ وجبار، عامل دور كويس جدا طبعا بس ما فيهوش مساحه لتحديات او ابداعات قوي، وبعض التلاعبات بقى في عالم السياسه وعالم الجريمه المنظمه وعالم ما اعرفش قدر يبني الترامب تاور بتاعه، وبعدين دخل في موضوع ما اعرفش مين مجوز مراته الاولانيه اسمها ايفانا ولا ما اعرفش ايه ايه يعني ايه يعني دي لو كانت حدوته اصلا مايند بلوينج من البدايه كنا نقول ممكن تبقى كفايه، بس حتى يعني حتى وانت بتقدم حدوته لا تصدق، تخليك تفتح بقك يعني ما تندهش من اللي حصل فيها. على الاقل اكسيها فنيا بتفاصيل حلوه. هو الفيلم على المستوى الفني عادي جدا عادي جدا جدا جدا، يعني اسلوب السرد لينير تماما من غير اي تلاعبات، مفيش اي اساليب تعبير فنيه معقده او مقعره او غريبه او بتاع. اداء سيباستيان ستان في دور دونالد ترامب نفسه في النص الاول ما كانش ملفت على الاطلاق، في النص الثاني بقى كويس لما ابتدى يتحول للترامب اللي احنا عارفينه النهارده، لان احنا الاحداث بتاعتنا بتدور زمان في نهايه عهد نيكسون في بدايه عهد ريجن، ازاي وصل لده او تحول للشخصيه دي. بصراحه يعني ما فهمتش برده في الاخر هو ازاي تحول الشخص. ويمكن دي حاجه مثيره للاهتمام على مستوى التقديم، يعني تفتح لك مجال لشويه فرص. فكره ان تبقى اصلا مسمي الفيلم دي ابرنتس اللي هو اسم البرنامج بتاعه، انا طبعا ما بنوصلوش خالص جوه الاحداث، بس احنا بنتعامل معاه هو بقى شخصيا كابرنتس، الشخصيه اللي لسه الكتكوت الاخضر البتاع اللي بيتودك على ايد المحامي المفتري اللي ما اعرفش مين، وبعد كده الترابيزه بتتقلب والكلام ده كله يتشاف كويس، بس ما يتصحلوش الساعه 7 الصبح مخصوص على الاطلاق. تقييمي ليه 6/10 برضه، اللي هو فيلم عادي جدا يعني. عندنا بعد كده فيلم انوره بتاع شون بيكر، لسه فاضل عليه ساعتين تقريبا فعلى مهلي يعني. كان عندي فيلم انيميشن لغيته عشان كنت جعان قوي عايز اقعد افطر، والتاني ده كان مفيش يعني نص ساعه ما بين الفيلمين، قعدت النص ساعه دي اتفاهم مع الست اساسا عشان في الاخر اخد الاكل اللي مش عاجبني ده وادفع فيه المبالغ اللي مش عاجباني دي. زي ما وعدتكم في الستريم لازم افرتك، مش لازم افرتك قوي يعني بس حفرتك شويه، مش حفرتك هجيب، بس اجيب تذكار من المهرجان. احنا هنا في الجيفت شوب، على فكره صغير جدا ومتواضع جدا لدرجه رهيبه يعني، بس ادينا بنتفرج. نجيب ايه يا ولاد؟ نجيب ايه؟ اكيد مش هجيب دباديب، اكيد مش هجيب كابس، الواحد لسه الحمد لله عنده شويه شعر فرحان بيهم. يطلع ايه ده يا بحرك؟ سكارفات ديت لو نكتب والله يبقى شايفهم في ايديا. ده تيشيرت احنا هنا في التيشيرتات، مش باين لي برضو اذا كانت التيشيرتات رجالي ولا ستاتي ولا زي بعضه، تالي حاجات ستاتي ده. دي كل تصميم العمليه كلها اغلبها تيشيرتات. مش حاسس ان انا منبهر قوي. شنط شمسيات عشان الامطار الغزيره اللي بتنزل عندنا في مصر. الشنط دي حلوه بصراحه بس يعني انا مش ناقص شنط الحقيقه، وده انا لو حد مهتم يعرف يعني ده انا. لا انا بقى خلاص مش هينفع اكمل المكالمه اللي كنا بنتكلمها دي. الشنطه دي جميله الحقيقه بس انا مش قوارير قارورات وشمسيات، المزيد والمزيد من القرارات والشمسيات. مش فاهم هو في حاجة تانية الناحية التانية. نوت بوكس، أعمل إيه بنوت بوكس؟ المزيد والمزيد. مج، عقبال ما أرجع بيه مصر هيكون الدش طبعًا. نعم ما عارف. أجيب إيه؟ ما تردوش عليا أنتوا برضه، مفيش فايدة فيكم. مفيش فايدة فيكو. طب انا هشوف لو في حاجة تانية في حتة تانية. That's more like it. Key chains. هو ممكن ده. دي لو اتحطت في الجيب هتفرتكه. هتتحط في الجيب عشان تقطعه.
بس انا ممكن اجيب حاجه زي كده بكام؟ ب7 يورو. انا هعرف اسود 7 يورو 10 يورو. والستيكر ونجيب برضو ماجنت عشان البورده اللي ورانا. اوكي تهيألي وجدت ضلتي. هشوف في ايه تاني ورا، لو في حاجه ورا يعني، لو مفيش حاجه اخد حاجه من الحاجات دي. لقيت ناس كتير هنا عماله تصور، مش عايز ادخل في الصوره، بيصوروا بروجيكتور مش فاهم ليه، ايه القيمه في ذلك؟ مش مدرك قوي. شكلها لحظه تاريخيه من المهرجان. فاين، دي بقى حاجات جامده. بصوا صوفيا كوبولا، كوستا جافراس، مش جميل، مش همثل، ميلاني جريفيث، اوكي، هافيير باردام، كين لو، ريتشارد جير، ومين اللي هناك ده؟ مش عارف. انترستنج والله. جبت دول في الاخر ماجنتس، يبقوا افتكروا بقى تسالوني على مكانهم في السيت اب بتاعنا لو ما كنتوش شايفينها تلقائيا يعني. المهم ان انا اخيرا قعدت معاك مستر احمد شوقي الجامد، صديقي ورئيس اتحاد النقاد المصريين ورئيس اتحاد النقاد الدوليين الفبريسي، واحد الخبراء في اروقه مهرجان كان، زي ما انت شخصيا عبرت عن هذا الموضوع. بقى لك 10 سنين بتيجي مهرجان كان. تقريبا. واو. وعلى مستوى الافلام هي دوره في رايي عاديه. عاديه لانه مش سيئه. مش سيئه. بس كمان مفيش اي، اولا واحنا رايحين مفيش حاجه مرتقبه. انت عاده كبيب عندك في البروجرام، انت قلت كده حتى امبارح في الـ في الـ في الستريم، 7-8 مخرجين كبار انت مستني تشوف الفيلم الجديد بتاع فلان الفلاني. السنه دي الاسامي الكبيره اللي موجوده في المسابقه اغلبها مخرجين متقاعدين، يعني الناس كلها. انا كنت متحمس لفيلم كوبولا، بس امتى اخر فيلم كوبولا عمله حلو؟ يعني اخر فيلم مقبول كان دراكولا اللي هو عمله وانا عندي 7-8 سنين في التسعينات. نفس الكلام على بول شريدر، امتى اخر فيلم كويس عمله بول شريدر؟ وهكذا. والى الان انا ملزم اتفرج على كل الافلام المسابقه عشان بقيمها لمجله سكرين انترناشونال، فهم 22 فيلم شفت منهم لحد اللحظه دي 19. في افلام كويسه، في افلام عجبتني جدا، بس مفيش حاجه فاسينيتنج يعني. يعني مفيش حاجه متوقع انها تفضل معانا في الذاكره لغايه نهايه العام السينمائي؟ لغايه العام اكيد في، بس كمان 5 سنين ما اظنش. بس ما ينفعش يتقال عليه مهرجان سيء، ما ينفعش يتقال عليه نسخه سيئه. هو في النهاية هو مهرجان كان تعبير عن اللي بيحصل في السينما في العالم، بمعنى انه انت في مهرجان القاهرة ولا الجونة ولا كذا ولا حتى في برلين عندك الاحتمالية بتاعت ان في افلام جيدة، بس انت كمهرجان ما قدرتش تاخدها. لكن مهرجان كان عنده اكسس لكل الافلام وبيختار اللي يحبه، فمعنى ان مفيش افلام عظيمة هو ان العالم السنة دي بالصدفة مفيش لسه ما انتجش حاجة مذهلة، لكن لو في كان زمانه اتعرض يعني. اكيد المهرجان بيختار من بين 7-8 آلاف فيلم، بيختار منهم 100 فيلم بيتعرضوا. الساعة دلوقتي 8:30 مساء واحنا في الباليدي فيستيفال، وصلنا لسبيس لطيفة، تراس لطيف اللي هو تحت اليافطة بتاعت المهرجان، اليافطة الرئيسية او البوستر الرئيسي بتاع المهرجان بالحجم الكبير. مبسوط قوي ان انا موجود هنا، قلت دي فرصة ما تتفوتش بصراحة. نسجل منها حاجة، والحاجة اللي أنا متحمس جدا للحديث عنها هو فيلم المسابقة الرسمية أنورا للمخرج شون بيكر، اللي أنا شخصيا شفت له قبل كده فيلم فلوريدا بروجكت، وكان فيلم متميز جدا، وهو صانع أفلام صاحب رؤية نقدر نقول متجددة أو نظرة متجددة. لأن احنا لو بصينا على فيلم أنورا وحطيناه جنب فيلم فلوريدا بروجكت، للي ما يعرفش صانع الفيلم مش هيقول إن الفيلمين دول من صناعة نفس الشخص، لا على مستوى اللغة ولا على مستوى الجو العام ولا على مستوى القصة حتى ولا أي حاجة. القصة بتاعتنا بتحكي عن ستريبر اسمها أنورا، بتتعرف في يوم من الأيام بثري روسي شاب صغير يكاد يكون طفل، ولكنه ابن أحد الأوليغارك الكبار قوي الروس، ولذلك عنده أكسس لفلوس بلا نهاية، وبيعجب بالبنت من خلال العلاقة المتوقعة مع ستريبر يعني. والعلاقة ديت بتمتد لزيارات متكررة، لإقامة لفترة طويلة، لعرض غريب جدا بالزواج. والأحداث بتنطلق من النقطة دي من غير حرق بقى للي بيحصل، لأن الأجواء بتاعتنا والأحداث بتاعتنا بعيدا عن المحتوى الجنسي الجريء جدا 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 في الفيلم ده طبعا، ولكن احنا الأحداث بتاعتنا كوميدية. لو أنا قلت لكم إن الفيلم
يورجوس يورجوس لانتيموس اللي هو كايندز اوف كايندنس، كان في ضحك في القاعه احيانا، الضحك هنا لم يتوقف، يكاد يكون لم يتوقف من بدايه الفيلم لاخره. مواقف عبثيه كتيره جدا يصعب عليا تماما تصديق انها ممكن تبقى سكريبتد، لان احنا عندنا في بعض المشاهد 5 أو 6 شخصيات بيصرخوا على بعض وبيزعقوا على بعض وبيتخانقوا مع بعض وبيجروا من بعض وبيعملوا حاجات بالطريقه دي. على فكره شون بيكر هو المتولي المونتاج بتاع الفيلم كذلك، والمونتاج من الانجازات الشديده في الفيلم ده، في التتبع وان اللي احنا بنتفرج عليه دوت على قد ايه هو عبثي وقد ايه هو فوضوي وقد ايه هو all over the place زي ما بيقولوا، ولكن مفيش اي مشكله في المتابعه ومفيش اي فصله للمشاهد من انه يفهم الدنيا ماشيه ازاي او انه يتعايش اكتر مع الاحداث وتستمر في تفجير الضحك عنده. عندنا انجازات على مستوى التجسيد من الكل، لان زي ما بنقول انا اتصور ان كتير من السكريبت دوت كان جايد لاينز اكتر منه جمل مكتوبه، طبعا ما عنديش معلومه بس اتصور يعني. فطبعا الاجاده من الجميع لفترات طويله المشاهد متصله شيء مبهر، واخص بالذكر الولد اللي عمل دور الولد الروسي تالي كان اسمه فانيا، او في سياق اخر كانوا بيقولوا ايفان، مش عارف بقى هو انهين فيهم بالظبط. يعيب الفيلم بس في رأيي الشخصي الريدندنسي شويتين، يعني بعد ما الموقف بيتفجر بعد الحدث المعين اللي بيحصل بعد عملية الزواج الغير متوقع ده، بتحصل حاجات يعني نفس الجملة أو نفس المواجهة أو نفس الاتهام نفس الخناقة نفس الصدام نفس كل حاجة لفترات متكررة كذا مرة ورا بعضها، اللي هو خلاص يا عم فهمنا والله. ولكن دوت ما صدرش قلق أو ملل في أي لحظة من اللحظات، طوال الأحداث مهتم، طوال الأحداث مصحصح، ودي نقطة مهمة على فكرة، لأن الجو هنا يا جماعة السبق والجري والحاجات ديت بيخليك لما بتقعد في صالة السينما بتحارب النوم في أوقات كتير، وأنا الحرب ديت في بعض الأوقات خسرتها، ولكن مش في الفيلم ده إطلاقا. أنا مصحصح ومركز ومتابع من أول لحظة لآخر لحظة، حقيقي من أجمل الأفلام اللي شفتها في المسابقة، وزي ما اتفقنا تقريبا أو في المهرجان كله يعني تقريبا يا جماعة خدوها كده قاعدة، هو كل الأفلام اللي احنا شفناها في المهرجان ديت غير صالحة للمشاهدات العائلية، بل تكاد تكون غير صالحة المشاهدات الفردية كذلك. اتفرجوا انت واخد حضرك او اتفرجوا انت واخدين حضركم من كل حاجة ممكن تتصوروها، والفيلم دوت كثيف على صعيد المحتوى الجنسي الجريء والامور دي كلها، ولكن فيلم حقيقي حلو جدا. تقييمي ليه اتصور انه يتعدى 8، عايز بقلب جامد اقول 8.5/10، من اجمل الافلام اللي شفتها في المهرجان. مش ممكن الضحك يا جدعان، مش ممكن، من اكتر الافلام. وعلى فكرة هو يعني مش مجرد فيلم هزلي، بكل تأكيد مش هو دوت الهدف الرئيسي بتاعه، ولكن عبث، عشان يعني في خط رفيع يا جماعه ما بين العبث والهزل، هو مش هزلي هو عبثي بس خطير ابن اللذينه، ضحك من القلب يعني. اتصور ما عنديش حاجه جديده اقولها اكتر من كده على الفيلم.